السلام عليكم، طبتم وطاب لقياكم. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة التي تتكلم عن إشاعة انتشرت انتشارا واسعا بين الناس، صدقها المغفلون واستصغها الكثير وراح ضحيتها العديد من الناس، واللي ضرب هرب. عزيزي المشاهد، قبل أعطيك زبدة الموضوع، إذا أول مرة تشوفني أنا اسمي عبد المنعم الحميد، أتكلم في هذه القناة عن أحداث وقصص واقعية من الممكن أنه تأثر عليك أو تغير شيء من قناعاتك أو عاداتك، أو على الأقل تضيف لك فائدة. إذا أنت من هواة هذا المحتوى، آمر الاشتراك في القناة وتفعيل خدمة الجرس لإشعارك بالقصة أو الحدث القادم. عزيزي المشاهد، العقل نعمة لمن استخدمه بالشكل الصحيح، فبالعقل تعرف الحقائق وتفصل الأمور. قال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو. عزيزي المشاهد، لك أن تتخيل أنه في عام 1430 بحدود 2009 تقريبا ظهرت إشاعة قوية وانتشرت انتشارا سريعا واسعا بين الناس، مفادها وجود الزئبق الأحمر في مكينة الخياطة، المكينة هذه القديمة حقت العجز الأولات. تحدثت عن وجود الزئبق الأحمر في ماكينة الخياطة من نوع سنجر، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الماكينات القديمة، حيث بيعت بأسعار خيالية. طبعا هذه مكينة الخياطة مصنوعة من الحديد المصهور مع رمل الزهر، ما فيها أي مواد مشعة أو مواد فعالة في صناعتها، وبطريقة ذكية وبواسطة أيادي خفية اقتنع الناس بهذه الحيلة بوجود الزئبق الأحمر في هذه المكائن الخردة. ومن علامات وجود الزئبق الأحمر في هذه الماكينة انقطاع شبكة الجوال إذا كان قرب الماكينة. هرع كثير من الناس لشراء وبيع هذه الماكينة، فوصل سعرها إلى 30,000، وفي بعض المناطق إلى 55,000 ريال سعودي، علما أن قيمتها الحقيقية في ذلك الوقت ما يتجاوز 200 ريال. 55 ألف ريال سعودي. تعالوا جماعة الطريق، تعالوا. كم؟ 55 ألف ريال سعودي. 55 كم؟ الحقيقة أننا نستقرب من قدرة الناس على تصديق الإشاعات والانتقال من مرحلة التفكير والحديث إلى مرحلة الفعل ثم الدفاع عن هذه الإشاعة أو الكذبة. طرق النصب التي مهما تعددت جميعها تدور في نفس الفلك عن موضوع غامض أو حلقة مفقودة. نحن نسأل: لماذا آلة الخياطة البسيطة البدائية تحتوي على زئبق أحمر؟ وما هي المناسبة لإحتوائها على هذا السائل؟ لا يعلم أصل أساس وجوده من عدمه في هذه الماكينة. كذلك أي إشاعة يجب أن نستخدم العقل والتساؤل لمعرفة الحقيقة. قال الحسن البصري رحمه الله: ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال: ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. وقال بعض الحكماء: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. إلى هنا نتوقف، وانتظروني إلى حلقة جديدة إن شاء الله تعالى.